بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض البصارة. ان شاء الله الأكلة الجميلة دي بسيطة جدا وان شاء الله تعجبه. نقول مع بعض ان شاء الله المقادير. انا جبت كيلو فول مشوش وغسلته ونقيته كويس اوي، غسلته وصفيته ونقعته قد كده قد ساعة. وبعد كده ان شاء الله نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واصحابه وسلم. انا هنا حطيت الفول على البوتاجاز وهحط عليه الخضره. طبعا انتوا عارفين الفول بيحب الخضره كتير قوي، الشبت وكزبره وبقدونس. انا بحط الخضره كلها، ما بحطش الشبت وكزبره بس، بحط الخضره كلها. وعندي هنا اربع بصلات هحطهم عليهم برضو، نضفتهم قطعتهم كده جوانح. وعندي رأس ثوم كبيره احطها برضو عليها، انا حاطه رأس ثوم كبيره وحاطه البصل كتير عشان ده كيلو. وكمان هنحط بقى الميه، ميه عاديه مش لازم تكون سخنه، يعني ما تحطيش ميه كتير على البصاره على الفول عشان خاطر ما تيجي ما يستوي ما يبقاش الميه فيه كتير عشان يلف معاكي. وهقول لكم بقى على حاجه بسيطه كده، مكون سحري ان شاء الله هيخلي البصاره خضره وطعمها جميل وشكلها حلو وتفضل مكتسبه بالخضار بتاعتها الحلو. هنا الميه بتاعتها اهي يا جماعه بقت حلوه كده، ما تحطيش الميه ازود من الحل عشان ايه تبقاش حلوه معاكي. هحط هنا معايا ربع معلقه، نص معلقه صغيره، هحط نص معلقه صغيره كربوناتو، دي بقى هتحافظ على الخضره بتاعتها وتخليها خضره وجميله جدا. نولع بقى البوتاجاز اول غدوتين وبعد كده اوطي عليها عشان تبقى على نار هاديه. هحط برضو هنا معلقه، نص معلقه كمون عشان خاطر ما تعملش انتفاخات وكده، تبقى حلوه وتخلي طعمها حلو. هغطيها بقى واسيبها هتاخد بتاع ساعه الا ربع كده في السوا. وانا قطعت البصل، نقلي البصل عقبال ما الفول يستوي ان شاء الله. حطيت الزيت هنا وحطيت البصل ومقطعه جوانح، هقلبه وان شاء الله. حبايب الزيت دوت احنا مش هنرميه، الزيت دوت هقول لكم هنعمل بيه ايه وادي احنا مع بعض. هقلب بقى البصل، اقلب كده مع التقليب واسيبه شويه كده، ما تحاوليش انك انت ايه تسيبيه كتير، يعني ايديك مع على طول شغاله فيه في التقليب عشان ما يحاولش يتحل. هقلب فيه كده شويه وبعد كده هجهز معايا راس ثوم بمعلقه كزبره، بس مش هحطها دلوقتي، قبل ما اطفي على البصل خالص هنروح حاطين معلقه الثوم بالكزبره. عايزه تحط قرن فلفل اخضر وتدقيه وتحطيه معاه، دي حاجه ترجع لك انت براحتك. لما نحط الثوم على الكزبره بس، اقلب بقى البصل كده بقى لونه حلو، اقلبه تقليبتين كده واروح حاطه بقى كده الثومه بالكزبره، اقلب بقى فيها شويه عشان الثومه تتحمر مع الكزبره مع البصل. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه الجميله الجميله اللي طالعه. اقلب بقى شويه كده عشان الثوم يتحمر، والزيت اللي في قلب البصل دوت انا هركنه، والزيت دوت احنا هنحطه ان شاء الله لما نيجي في قلب الحله اللي فيها البصله ان شاء الله، لما تيجي تغلي عشان يغلي معاه، عشان الزيت دوت هو طبعا البصله ما تحطش عليه غير ايه، هي الحاجه الوحيده اللي بتحط لها دي هي الزيت دوت، لان ده مش طبيخ ولا هنحط سمنه ولا هنحط حاجه. هطلع بقى البصل صفيه كويس قوي، وحضرت منديل ورق احطه عليه، والبصل ده برضه احط عليه حاجه كده هتجمله وتخلي شكله حلو في الاخر ان شاء الله. ادي احنا نشوف مع بعض. صفي بقى كويس اول البصل كده من الزيت وتفرشيه عن بعضه، انا طلعته كله اهو، ونشوف بقى البصل اخباره ايه. اهو كده بقت استوت اهي، شايفين؟ شوف الخضار بتاع الخضره جميله قوي ازاي. نص معلقه الكربوناتو دي بتخلي الخضره كده مزعزعه وحلو كده. بقى انا هسيبها تبرد وبعد كده نضربها في الخلاط ونشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. اما تبرد خلاص محدش يعملها سخنه في الخلاط عشان ما تبوظش الدنيا كده. شوف بقى حبه الميه حلوين ازاي احنا حطيناهم، ما تحاوليش تزودي الميه كتير في البصل. هضربها بقى في الخلاط حبه بحبه كده، نضربه بقى في الخلاط الشبشة الاولاني ده، وبعد كده هكمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو ان شاء الله. بس خضره وشكلها جميل قوي ازاي، وحلوه ولا خفيفه ولا حاجه كده، السمك بتاعها حلو. هكمل بقى، انا خلصتها كلها اهي، ولعت البوتاجاز عليها
وادي الزيت اهو اللي هو مطرح التحمير، البصل اللي فيه الثوم بالكزبره بالبصل، ده الزيت بتاعه طبعا بيدي ريحه جميله. هنحطه في ايه؟ هنحطه مع الحله، مع هنفضي ده كله مع بعضه مع البصاره اهو، وهحط بعد كده معلقه نعناع ناشفه، ما بحبش احط، في ناس بتحط ملوخيه، انتوا شايفين شكلها مش محتاجه حاجه، ما بحبش اغير طعم البصاره. فول مع خضره مع ثوم مع بصل. هنا حطيت كمون وحطيت ملح وحطيت النعناع، ما بحطش اكتر من كده. نقلب بقى ونسيبها لما تغلي ان شاء الله باذن الله، اوريها لكم لما تيجي تغلي. هنحطها ان شاء الله في الطبق ونقعد احنا مع بعض. حبه الخضره دول اهم، دول حبه كزبره مش بقدونس، كزبره. تقلبيها مع البصل كده مع التقليه، بيخلي شكل الطبق ما تغلي فيه يبقى حلو. الخضره كده مديها شكل حلو مع البصل، شايفين بصل حلو ومقرمش ازاي ولونه حلو، مش يعني مش محروق ولا حاجه. هنا بقى البصاره غليت اهي، شايفين يا حبايبي اهي. تقلبي بقى، تدي فيها تقليب عشان انت سبتيها حبسه تلاقي من تحت تخنت، فلازم ايدك على طول اول باول تقلبي فيه. بص السمك بتاعها حلو ازاي، وشوف خضره جميله او ازاي. تقلبي كده فيها شويه بس كده تمام اوي. هندفع عليها بقى ونغرفها ما تهدى، ودي احنا مع بعض نقدمها مع بعض. ودي يا حبايبي اهي، يا رب تعجبكم ان شاء الله، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وان شاء الله نتقابل في اكله جديده من اكلات تيتا نونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.